السلام عليكم أعزائي المشاهدين متابعي قناة أمينة الشاو. اليوم كما كتشوفوا هنا متتبعي الأوفياء، جبت لكم طريقة ديال التحضير ديال المورانغ. باش تعرفوا الطريقة باش حضرت هذا المورانغ، تابعوا معايا الفيديو من الأول حتى الآخر وإن شاء الله ينال الرضا ديالكم. فرجة ممتعة. نبداو على بركة الله. هنا بالنسبة للمكونات ديال هذا المورانغ كتشوفوني هنا حاطه 4 ديال البيضات، هادو خاصهم يكونوا واخدين درجه الحراره ديال المطبخ. اول حاجه الا كنتو غديروا هاد المورانغ وكنتو دايرين البيض في الثلاجه، جبدوهم قبل بشي يومين 3 ايام، ولا كنتو ديك النهار اللي غادي تصاوبوا فيه كانوا في الثلاجه، كتحاولوا ديروا واحد شويه الماء دافي كديروا فيه البيضه، غير الماء دافي ماشي الماء طايب، كديروا فيه البيضه حتى تاخذ شويه ديك الحراره ديال درجه الحراره ديال المطبخ. كما شفتوا هنا كما قلت لكم 4 البيضات درجه الحراره ديال المطبخ. هنا ما غاديش نستعملوا البيض كامل وانما الابيض ديال البيض. عندي هنا 250 غرام ديال السكر حبيبات ما يعادل ربع ديال السكر حبيبات، وعندي قطرات من الخل او الحامض. الا كان هكا 4 القطيرات ديال الحامض ولا ديال الخل، مهم باش يحيدنا ديك الزفوريه ديال الابيض ديال البيض. هلا بركه الله غادي هنا غادي نفرزو الابيض عن الاصفر. وباش تنجح لكم هاد المورانغ خاص اول حاجه هذاك البول ولا هذاك الاناء ولا هذاك فاش غادي تطربوا هذاك البيض يكون ناشف مزيان، ما تكون فيه تقطيره ديال الماء. انا كنعطيكم هاد النصائح اللي هي اللي كتنجح لينا هاد المورانغ. كما قلت لكم اول حاجه غادي نبدا بها بسم الله، غادي ندير هنا واحد 4 ديال القطيرات ديال الحامض، تقريبا نص معلقه صغيره ولا ربع هكا قد هكا. هاد القياس هادي دير معلقه صغيره، غادي نخليه على جنب حتى نكون كنطلع البيض ديالي باش ما يخسرليش. غادي ندير كما قلت لكم ابيض البيض هنا، نفرزو على اصفر البيض بسم الله. ولي غندير بوز هنا كما شفتوا هنا راه فرزت داك الابيض ديال البيض. حاولوا ما يدوز لكم حتى شي حاجه ديال داك الصفر، داكشي علاش حبست الفيديو حتى فرزتهم. ها هو اصفر ديال داك البيض وهلا ابيض هاد البياض ديال هاد البيض، غادي ولا نطلعوا به هاد الميرانغ، وهذا غادي نحتفظوا به حتى نديروا به شي كريم باتيسيير ولا شي حاجه. المهم ما غاديش نضيعوه، غادي نستعملوه في نفس النهار اللي غنطلع اللي طلعت فينا هاد الميرانغ، غادي نستعمل انا هاد البيض. هنا غادي نضيف هذيك الكميه ديال السكر، بغيتوا ديروها على دفوعات ديروها، بغيتوا ديروها دقه واحده ديروها دقه واحده. انا غادي نستعملها دقه واحده، نستعملها دقه واحده. غادي نهز الباتور ديالي الباتور، وغادي نبدا نطرب ليا هاد البياض ديال البيض مع هاد 250 غرام ديال السكر حبيبات حتى تطلع ليا مزيان هذيك لا كريم، وديك الساعه نكملوا الفيديو ديالنا. Thank you.
هانتوما كتشوفوا هنايا الميرينغ ديالي راه تقريبا طلع. هنا الارنبه ديالي كتمشي وتجي كطرب بوحديتها. ها هي لا كريم صافي قريبه طلع. نحبس نشوف واش تكون ليا داك لو بيك ولا كما تنقولوا داك المنقار. الا تكون ليا غادي نحبس. الا كان باقي ليا هذاك لا كريم تيبان ليا شويه خاصو مازال الخدمه نخدمو. هنا صافي لا كريم ديالي ها هي طلعت اللي غادي تصاوب بها الميرينغ. غادي نشوف واش تكون ليا داك لو بيك. ها هو كما كتشوفوا ها هو المنقار سكيفي. صافي دابا الميرينغ ديالي راه هي واجده. اللي بغى يديرها هكا بلونش زعما بيضه هكا يديرها. اللي ما بغاش وبغى يضيف ليها الملونات يضيف لها الملونات. انا غادي نضيف لها الملونات. عندي هنا ملون اخضر عندي موف وعندي احمر. غادي نقسمها لثلاثه ونضيف ليها الملونات ونطلعها باش تشوفوا كل ملون على حده. هنا من بعد ما شديت هذوك قسمتهم هذيك الميرينغ ديالنا قسمتها درت هذا اللون اللي هو وردي درت هذا اللون اللي هو فيولي درت هذا اللون اللي هو بيستاش شرجو كونتراس ما كيبينش ليا وخليت واحد الكميه ديال اللون ابيض. هنا شديت المقيله ديالي اللي غادي ندخل الفران درت واحد شويه ديال الزبده هنا كما كتشوفوا واحد شويه الزبده باش شبع ليا هذاك داك الورق الزبده. هزيت بوش درت فيه درت فيه هذاك الورق اللي غنستعمل غنستعمل هذا انا نستعملو غير لي بوش جوتابل يكونوا بحال هكا يكونوا بحال هكا ممكن ديروا الراس اللي بغيتو عفوا. المهم غادي ندير الكميه ديال الميرينغ هنايا في هاد البوش الاولاني ونطلقا. هنا كيما شفتو راني بديت كندير على هاد الشكل هذا كنحاول نبعد بيناتهم كندير هكا كنستمر بالطريقه بالنسبه للالوان كامله اللي غادي نستعمل كنستمر بهذه الطريقه هذه. هكا نكمل ونوريكم هادو بالنسبه لهادو قبل ما نقطع الفيديو غادي نستعمل هادو في الملونات ديال الشوكولات بحال الفيرميسيل الفيرميسيل كندير لهم بحال هكا بحال هكا ندير واحد شويه صافي. ملي غنكملهم غنكمل كلشي الملونات اللي عندي هنايا غادي ندوزهم الفران. الفران بالنسبه للفران غادي يكون على درجه الحراره اللي هي 140 وغادي نخليه تقريبا هكا ما بين 45 حتى لساعه ما بين ساعه الا ربع حتى لساعه المكانه اللي غادي نخليه. وكنشعل ليه غير من التحت حتى يطيب ابدا ما كنشعلش ليه من الفوق كيطيب بالحراره ديال المطبخ ديال المطبخ ديال الفران يعني ديال التحت بحال هذا الشكل هكا. نكمل ندوزهم الفران ونتلاقاو باش نكملهم كاملين ونوريكم واحد النوع اللي كنستعمل فيه الالوان بثلاثه وديك الساعه نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي. لي ميرينغ ديالنا من بعد ما طابوا جاو على هذا الشكل هذا. ما ديروش نفس الغلط اللي درت انا راني خليت عليهم البوطه شاعله الفران يا ربي نسيتهم كانت عندي واحد المكالمه ونسيتهم تحرق ليا واحد اللاطه واحد لاطه اخرى باقا في الفران خاصني ندير معها اتونسيون. مهم هذا هو الشكل النهائي ديال لي ماكارون ديالي
جاو على هذا الشكل، جاو زوينين ما شاء الله. حاجه وحده اللي نقدر ننصحكم بها، ما تغفلوش عليهم، ما تغفلوش عليهم. درجه الحراره تكون 140، تخليهم ما بين 45 حتى 50 دقيقه وانتبهوا ليهم. الوقت اللي بانوا لكم صافي راه بداو كيوليو ذهبيين من التحت، صافي حيدوهم. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم بالنسبه لهذه الوصفه اللي هي ما شاء الله كتكون الا تبعتوا هذه الخطوات راه غتخرج لكم بهذه الطريقه. كما العاده ما تنساوش اعزائي المشاهدين ديرنا لايكات وتحفزونا وتدعمونا بتعاليق ديالكم الزوينه، وشكرا لكم على تتبعكم ووفائكم لقناتنا المتواضعه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. دمتم في رعايه الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله. مع السلامه، نتلاقاو في فيديو اخر.